السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايب طلاب الصف السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله مكملين مع بعضينا شرح وحل منهج مادة اللغة العربية للفصل الدراسي الأول 2025 من كتاب الأضواء. يا ريت اسمها ستة والأمر في قناتي، يا ريت تشترك فيها وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد وتعمل لايك للفيديو. إن شاء الله هنحل مع بعضينا النهاردة أنشطة الأضواء على القواعد النحوية. الضمائر 2، إحنا حلينا الضمائر 1 موجودة معانا في قائمة الفيديوهات، تمام؟ ان شاء الله هنحل النهارده من صفحه 107 لصفحه 110. عندي انشطه لاحظ واكتشف، جالي نشاط واحد فكر ولاحظ ثم اجب عن الاسئله. احنا خدنا في الضمائر 1 خدنا تعريف الضمير، وخدنا الضمير البارز المنفصل والضمير البارز المتصل. ان شاء الله النهارده هناخد الضمائر او مراجعه على ايه؟ مراجع على الضمير المستتر. الضمائر 2 بنتكلم عن الضمير ايه؟ المستتر، تمام. عندي نشاط واحد فاكر ولاحظ ثم اجب عن الاسئله. اقول الصدق، افعل الخير، اجتهد في دراستك، لا تترك واجبك. قالك ما نوع الجمل في الامثله السابقه؟ طبعا كل الجمل دي معايا جمل ايه؟ جمل فعليه، بنكتب كده جمل فعليه، تمام. قال هل هناك فاعل ظاهر في هذه الجملة؟ طبعا ايه الجمل؟ لا طبعا لا. قال اذا الفاعل في هذه الجمل ظاهر ولا مستتر؟ طبعا الفاعل هنا ضمير مستتر. قال الفاعل المستتر في اقول الصدق وافعل الخير تقديره ايه؟ طبعا تقديره انا، اقول انا وافعل انا ايه؟ الخير. الفاعل المستتر في اجتهد ولا تترك تقديره ايه؟ اجتهد انت، لا تترك انت، تمام. قال لك اذا الفاعل المستتر بيكون ضميرا مقدرا ولا اسما مقدرا؟ طبعا الفاعل المستتر بيكون ضمير مقدر وليس اسما ايه؟ وليس اسما مقدرا، تمام. عندي نشاط 2، قال لي اختر التقدير الصحيح للضمير المستتر مما بين القوسين. قال له نصنع المجد بايدينا، نصنع نحن، تمام. احنا بنقدر هنا الضمير المستتر ونختار على حسب ايه؟ على حسب فهمك للجملة. لا تنهر سائلا ولا تحرم محتاجة. لا تنهر انت، لا تنهر ايه؟ انت. العلم يرفع من شأن صاحبه، العلم يرفع من شأن ايه؟ يرفع هو، عايد على مين؟ عايد على العلم. اطيع والدي، اطيع انا والدي، تمام. بالفعل هنا بنقدر الفعل هنا المستتر بايه؟ الضمير وليس الاسم الظاهر، تمام. عندي رقم هذا للطبيبة عالجت المرضى، والطبيبة هي عالجت المرضى، عالجت هي، تمام. هي دي عايدة على مين؟ عايدة على الطبيبة، تمام. عندي نشاط رقم 3، قال لي قدر الضمير في الجمل الآتية كما في المثال. ساعد الآخرين، الفعل طبعا هنا ضمير مستتر تقديره أنت، ساعد أنت الآخرين. أحب أصدقائي، أحب إيه؟ أحب أنا. لا تؤذي جيرانك، لا تؤذي، نقول لا تؤذي ايه؟ لا تؤذي انت، لا تؤذي ايه؟ انت. بنفهم الضمير او نفهم الفاعل المستتر من خلال سياق الجمله، بفهم الفاعل المستتر اللي معايا ده من كلام من حيث ايه؟ من حيث الجمله او من خلال قراءتي للجمله، تمام. بنقدر من خلال الجمله. قال لك محمد يلعب الكره، يلعب هو الكره، يلعب هو، عايد على مين؟ عايد على محمد. المعلمة شرحت الدرس، الفعل ضمير مستتر تقديره ايه؟ هي، عايد على مين؟ عايد هنا على المعلمة، شرحت هي الدرس. عندي النشاط رقم 4، بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. التلاميذ يحبون معلمهم، قال لك الضمير هنا بارز ولا مستتر؟ التلاميذ يحبون هم ايه؟ معلمهم، تمام. يبقى عندي الضمير هنا بارز اللي هو ايه؟ واو الجماعة، يحبون، عندي هنا واو الجماعة ضمير مستتر في ايه؟ في محل رفع فاعل. انتم تجيدون فن ايه؟ فن الخطابة، انتم تجيدون، هنا برضو الفاعل هنا بارز. قال كن عونا لمن يحتاج، كن عونا لمن يحتاج للمساعدة. كن مين؟ كن انت، بالضمير هنا مستتر، الضمير هنا ايه؟ مستتر. قال احلم بان يسود السلام ارجاء الدنيا، طبعا هنا الفاعل ضمير مستتر، تمام.
عندي النشاط رقم 5 بيقول لي حدد الضمير ثم اذكر ايه نوع. عند النشاط اللي بعده بيقول حدد الضمير ثم اذكر نوعه كما في المثال. عند اول مثال هو حلول نظم الطلاب حفل تخرجهم. الضمير هنا فين؟ طبعا تخرجهم هنا عندي الهاء هنا طبعا بارز متصل تمام. قال انتن المسؤولات عن تجهيز الطعام. طبعا عندي هنا الضمير اللي هو ايه انتن. الضمير فين؟ انتن تمام. هنا ايه بارز منفصل بارز منفصل تمام. نشوف المثال اللي بعده. عندي لا تتنمروا على غيركم. لا تتنمروا على ايه؟ غيركم تمام. عندي الضمير هنا طبعا بارز ايه؟ بارز متصل. الضمير هنا بارز متصل في تتنمروا واو الجماعة. على علي ألقى كلمة الإذاعة. علي ألقى كلمة ايه؟ كلمة الإذاعة. قال لك الضمير هنا ايه؟ الضمير هنا طبعا ضمير هنا مستتر. ألقى هو عايد على مين؟ عايد على علي تمام. تكلم بصوت خفيض. تكلم طبعا انها ايه؟ انت بين الضمير مستتر تمام. عند النشاط رقم 6 بيقول لنا ايه؟ ضع خطا تحت الضمير البارز المتصل. تحت الضمير البارز المتصل. هو يعتني بتنظيف اسنانه. هو يعتني بتنظيف ايه؟ اسنانه. عندي الضمير المتصل هنا او البارز المتصل اللي هو ايه؟ هو يعتني بتنظيف اسنانه. عندنا الهاء في كلمه اسنانه. ده ضمير ايه؟ ضمير بارز متصل. عندي الفتيات فصلهن مزين. عندهن تمام. عندي الرجال يمارسون العاب القوى. عند واو الجماعه. لتكن ناجحا في دراستك في الخطاب. عندي اخي الاصغر يحبني واحبه. عندي ياء المتكلم وعندي هاء ايه؟ هاء الغايبه تمام. بلادنا عند الناء. تاريخها عند الهاء. تاريخها ايه؟ تاريخها عظيم. عندي نشاط 7 بيقول ضع علامة الصح امام الجمل التي بها ضمير مستتر ثم قدر. احنا هنحط علامة الصح بس قدام الجمل اللي فيها ايه؟ اللي فيها ضمير مستتر. وبعدين هنقدر ايه الضمير ده. تحدث الطلاب بلغتهم العربية الفصحى. ده طبعا اجابة ايه؟ دي طبعا فيها الفاعل موجود معايا مش ضمير مستتر تمام. عندي عند رقم 2 قال لي ايه؟ او رقم باء. لا تنطق بغير الحق. دي طبعا فيها ضمير مستتر. بنحط علامه ايه؟ هنحط علامه صح. الضمير طب هنا هنقدر نقول ايه؟ لا تنطق انت بغير الحق. اخت الكبرى تساعد امي. تساعد هي يبقى دي فيها ضمير مستتر. تساعد التقدير طبعا هي ايه؟ هي عايده على مين؟ على اختي. أمارس الرياضة كل صباح. العبارة صحيحة طبعا. ليه؟ أمارس أنا. أمارس أنا إيه؟ الرياضة كل صباح. يبقى هنا التقدير أنا. عندي سؤال رقم ه بيقول لي اللاعب مرر الكرة لزملائه. مرر هو. يبقى هنا الجملة دي فيها إيه؟ فيها ضمير مستتر. التقدير طبعا نقول إيه؟ هو. عايدة على مين؟ عايدة على اللاعب. عندي نشاط رقم 8 بيقول لي اكمل الفقره مستخدما الضمائر المختلفه تمام. قال لي قال المعلم ايها التلاميذ انتم امل هذا الوطن فاجتهدوا في دراستكم حتى ترفعوا شان وطنكم مصر لانها تنتظر منكم الكثير تمام. عندي أنشطة لاحظ وتعلم. نشاط 9 قال لي اختر الجملة التي تشتمل على ألف ضمير مستتر تقديره هو. نشوف الجمل اللي معانا. اللاعبة فازت. لا فازت هي يبقى مش هي الجملة دي. عندي اللاعب فاز يبقى فاز هو. يبقى دي الجملة ايه؟ الجملة الصحيحة. بنختار اللاعب فاز تمام. عندي التقدير طبعا هو ايه؟ هو. ضمير مستتر تقديره انت. احترم انت الكبير. يبقى دي الجمله اللي معايا صحيحه. تقديرها انت. عند رقم جيم ضميران بارزان احدهما متصل والاخر ايه؟ والاخر منفصل.
تمام، نحن نهتم بأشجارنا. دي الإجابة إيه؟ الإجابة الصحيحة. قال لك ضميران بارزان أحدهما المتصل والآخر منفصل. عندي نحن نهتم بأشجارنا، عندي نحن ده ضمير بارز منفصل، وعندنا المتكلم طبعا هنا إيه برضو ضمير هنا ضمير بارز إيه بارز متصل. يبقى دي الجملة اللي معايا الصحيحة اللي هي نحن نهتم بأشجارنا. تمام. عندي السؤال اللي بعده قال ضمير بارز منفصل مخاطب، ضمير بارز مخاطب، عشان كده قلنا لازم نحفظ الضمائر عشان نعرف نفرق بين المتكلم والمخاطب والغائب. تمام. الفتيات يصنعن النسيج، انتن فتيات صانعات، انتن فتيات صانعات، هن فتيات صانعات، انتن طبعا دي من ضمائر المخاطب، هنا ضمير بارز منفصل ايه مخاطب. تمام. عندي النشاط رقم 10 بيقول تخير التقدير الصحيح للضمير المستتر مما بين القوسين، الحافلات امتلأت بالركاب، الحافلات امتلأت بيه بالركاب، امتلأت مين؟ امتلأت هي، امتلأت ايه؟ هي عايدة مين؟ عايدة على الحافلة. يا عاصم اطع والديك، اطع انت والديك، نستمتع بمشاهدة افلام الرسوم المتحركة، نستمتع نحن. تمام. عندي كل مصري يسعى لنهضة الوطن، يسعى هو، يسعى ايه؟ هو عايدة على مين؟ عايدة على كل مصري. تمام. عندي نشاط رقم 11 بيقول يحدد الفاعل في الجمل الآتية، يصوم المسلمون شهر رمضان، فين الفاعل معايا؟ المسلمون. تمام. المعلم كافأ التلميذ، المعلم كافأ التلميذ، طبعا هنا عندي الفاعل ضمير مستتر تقديره، تقديره طبعا هو، عايدة على مين؟ عايدة على المعلم، ضمير مستتر تقديره هو، هنا طبعا الفعل هنا قلنا المسلمون. الأم تغسل الأطباق، تغسل هي، بين ضمير مستتر، ضمير مستتر تقديره هي، عايدة مين؟ عايدة على الأم. الأصدقاء يشاهدون المسرحية، هنا واو الجماعة في الإيه؟ في يشاهدون، بنكتب كده الواو. البنات يأكلن الفاكهة، نون النسوة، عندي هنا النون. وجد الرجل الكنزة، طبعا هنا الرجل هو اللي وجد، هنا فاعل. العالمان يخترعان اختراعا جديدا، يخترعان اختراعا جديدا، طبعا عندي هنا الالف الاثنين في ايه؟ الالف الاثنين في يخترعان، الف الاثنين. عندي السؤال رقم حرجة، يا عمر استقبل الضيوف، نقول ايه؟ هنا ضمير مستتر، الفعل هنا ضمير، الفعل هنا ضمير مستتر تقديره، اقول استقبل انت، بينا الفعل ضمير مستتر تقديره ايه؟ تقديره انت. تمام. عندي صفحة 109 قال لي حدد نوع الفعل في الجمل الاتية، اسم ظاهر ولا ضمير متصل ولا ضمير مستتر. تمام. قال لي اخذ الولد بنصيحة ابيه، طبعا عندي هنا اخذ الولد بين اسم ظاهر، الفعل هنا اسم ظاهر. تمام. الجملة اللي بعديها صهيب انشد قصيدة رائعة، صهيب انشد، نقول ايه؟ ضمير مستتر، انشد هو، ضمير بالفعل هنا ضمير مستتر. اشتريت هاتفا جديدا، عندي تاء الفاعل، بنكتب كده هنا ايه؟ ضمير متصل، في ايه؟ في الفعل اللي هو ايه؟ اشتريته. تمام. افراد المجتمع يحرصون على ايه؟ تقدمه، عند واو الجماعه، هنا ضمير متصل. تمام. عندي رقم هاء بيقول لنا ايه؟ اللاعبان يتسلمان الجائزه، يتسلمان، عند هنا الف ايه؟ الالف، بنكتب هنا ضمير متصل،
ألف الاثنين. تغرد العصافير صباحا، ده اسم ظاهر. تمام. عندي نشاط رقم 13 بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. تمام. أحب القراءة قبل النوم. قال لك الضمير هنا بارز متصل ولا بارز منفصل ولا مستتر؟ لا، أحب أنا، يبقى هنا الضمير مستتر. الطبيبتان تعالجان المرضى، تعالجان. عندي هنا قال لك الضمير هنا بارز متصل ولا بارز منفصل ولا مستتر؟ طبعا هنا بارز متصل، هي ألف الاثنين تعالجان. سارة تشعر بالسعادة والفرح، تشعر هي، يبقى هنا الفاعل ضمير مستتر. الدولة تهتم بالطفولة، الدولة تهتم هي، يبقى هنا ضمير برضو مستتر. المهندسون يخططون لبناء الكباري، يخططون هنا عند الواو، هنا بقى هنا ضمير ايه؟ ضمير بارز متصل، ضمير بارز ايه؟ متصل. رأينا الشمس ساطعة، ناء المتكلمين طبعا هنا ايه؟ ضمير بارز متصل، ضمير هنا بارز ايه؟ بارز متصل. تمام. عندي نشاط رقم 14 بيقول يحدد الضمير في الجمل الآتية واذكر نوعه. تمام. عندي الجملة الأولى الأمهات يحرصن على تربية الأبناء. عندي هنا نون النسوة، نون النسوة، تمام، اللي هو في ايه؟ في يحرصن. تمام. نوع هنا طبعا ايه؟ ضمير بارز متصل. قول الصدق دائما، قول الصدق ايه؟ دائما. طبعا الضمير هنا ايه؟ الضمير هنا مستتر، ضمير مستتر. تقدير او نوعه هنا طبعا هو ايه؟ تقديره انت. تمام. عندي رقم جيم قال لي الطالب رسم لوحة جميلة، فين الفعل او الضمير الموجود معايا في الجملة؟ طبعا الضمير هنا ضمير مستتر، ضمير مستتر، تقديره ايه؟ هو الطالب، هو. تمام. عندي سؤال رقم د قال لي أميرة ذهبت الى المكتبة، نقول ذهبت هي، بين الضمير اللي معايا ضمير مستتر، تقديره هي، عايدة على مين؟ عايدة على أميرة. هم رجال أقوياء، هم رجال أقوياء، يبقى هنا الضمير هنا هم، هم، أو نكتب كده نوعه طبعا هنا ضمير بارز منفصل، ضمير بارز منفصل. عندي نشاط رقم 15 بيقول ضع خطا تحت الضمير البارز المتصل فقط، عايز ضمير بارز متصل. تمام. اشتريت الخضروات من ايه؟ من السوق. طبعا عندي اشتريته، ده طبعا ضمير بارز متصل. انت تشاهدين التلفاز. تمام. دي طبعا ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش ضمير متصل. عندي الطلاب يقرؤون القصة، عندي واو الجماعة. عندي نحن شاركنا في المسابقة، عندنا المتكلمين. وضعت الكرة تحت الطاولة، وضعت، عندي التاء. عندي الأولاد يلتزمون بقوانين المرور، عندي طبعا هنا ايه؟ دي طبعا ما فيهاش طبعا ايه؟ ضمير متصل. تمام. عندي الجملة اللي بعديها هما يجتهدان في مذاكرة دروسهما، عندي ألف الاثنين. الفتيات يستمتعن ايه؟ بالرحلة، عندي نون النسوة. أنت تحافظين على نظافة البيت، دي طبعا برضو ما فيهاش ضمير بارز متصل. عندي هنا شبابنا مستقبل ايه؟ مستقبل الوطن، عندي طبعا هنا إن. تمام. عندي نشاط رقم 16 قال لي اكمل بضمير بارز مناسب ثم اكتب نوعه، منفصل او ايه؟ او متصل. تمام. نقط نستيقظ مبكرا، نقول ايه؟ نحن
نحن نستيقظ ايه؟ نستيقظ مبكرا. عجلك نوع الضمير هنا ضمير بارز منفصل، طبعا هنا متكلم. الفلاحون يحصدون محاصيلهم، نوع الضمير هنا ضمير بارز متصل، تمام. عندي يا أبناء الوطن أنتم أمل نهضته، أنتم ده ضمير بارز أي ظاهر يعني منفصل، نوعه طبعا أنتم من ضمائر المخاطب، مخاطب. أيها الطبيبان اجتهد في عملكم، نوع الضمير هنا ضمير بارز متصل، تمام. عندي نشاط رقم 17، ونحن اقرأ الفقرة ثم أجب. نحن تلاميذ الصف السادس الابتدائي لنا فكرنا وأحلامنا التي تربينا عليها، ونحن أن ونحب أن نحقق ما نريد ونصل ببلدنا ببلادنا الأعلى الدرجات. قال لي أعرب ما تحته خط. عندي كلمة إيه؟ كلمة نريد. كلمة نريد هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم، تمام. عندي هنا ونصل ببلادنا لأعلى الدرجات، تمام. الدرجات هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، تمام. عندي السؤال اللي بعده بيقول استخرج من الفقرة ضميرا بارز منفصل. الضمير البارز المنفصل عندي ايه؟ الضمير نحن، نوعه طبعا ايه؟ متكلم. عفوا نكتب هنا متكلم، تمام. عندي ضميرين متصلين، عندي النا في تربينا، وعندنا طبعا ايه؟ الهاء في عليها، والنا ده طبعا موجوده معانا في كلمه ايه؟ تربينا. عايز ضمير مستتر، الضمير المستتر في كيف ايه؟ نحن في الجمله اللي هو ايه؟ نحب نحن للفعل نحب، تقديره طبعا هنا ايه؟ تقديره نحن، نحب نحن، تمام. عندي هنا قال لي اكتب واجباتي، اكتب واجباتي. قال الضمير في الجمله هنا تقدير ايه؟ اكتب انا. التقدير هنا طبعا نوع ايه؟ او تقديره هنا انا. تربينا على مبادئ ابائنا واجدادنا. قال الضمير في الجمله هو ايه؟ عندي طبعا ناء المتكلمين، ناء المتكلمين. عندي النشاط رقم 18 اللي اقرأ ثم أجب. طائر الهدهد يعد من أجمل الطيور، وله صفات تميزه منها أنه يملك القدرة على اكتشاف الماء، كما أنه ذكي ومراوغ ويدافع عن نفسه بشكل رائع وسلمي، وهو يتحمل الظروف الصعبة، ويضرب العرب به المثل في قوة الإبصار. قال لي أجب عما يلي. أعرب كلمة طائر. طائر هنا اسم وقع في أول الجملة، بهنا يعرب إيه؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم. عند رقم 2 قال لي علامة إعراب كلمة الظروف، وهو يتحمل الظروف. الظروف هنا طبعا لما تيجي نعربها نعربها مفعول به منصوب وعلامة نصب هنا إيه؟ الفتحة، تمام. يتحمل، يتحمل هو ايه؟ الظروف. هو دي طبعا عايدة مين؟ عايدة على الهدهد. قال استخرج من الفقرة فاعلا ضميرا مستترا، فاعلا ضميرا
ايه؟ ضميرا مستترا. عندي طبعا الضمير المستتر في الفعل ايه؟ يملك، هو القدرة. يملك بنكتب كده الضمير المستتر القدرة هنا طبعا هو ايه؟ هو في الفعل ايه؟ يملك. بفاعل ضمير مستتر هو في طبعا في الجملة اللي هي ايه؟ يملك القدرة. تمام؟ قالك ضمير بارز متصل. ضمير بارز ايه؟ متصل. عندنا الهاء في كلمات تميزه. تمام؟ موجودة وله صفات ايه؟ تميزه. بين عندي الهاء هنا ضمير بارز متصل. عايز مضاف اليه. عايز مضاف ايه؟ مضاف اليه. عندي كلمات الطيور، من اجمل الطيور. جمع تكسير. جمع تكسير عندنا كلمات الظروف. رقم جيم قال لي اجب بما هو مطلوب بين القوسين. واحد نقط مخلص لوطنه، لوطنك مصر. قال لي اكمل بضمير مخاطب. اكمل بضمير ايه؟ مخاطب. قول انت مخلص لوطنك مصر. مدينتنا واسعة. قال لي اذكر نوع الضمير. الضمير طبعا هنا ضمير، ضمير بارز متصل ناء المتكلمين. تمام؟ عاد محمد. قال اكمل بجار ومجرور. قول عاد محمد من العمل. جار ايه؟ ومجرور. قال نحن نحب وطننا ونسعى لنهضته. قال قدر الضمير المستتر في الجمله السابقه. نحب طبعا ايه؟ نحب نحن. الضمير هنا المستتر، الضمير المستتر طبعا هنا ايه؟ نحن. قدمنا طبعا ايه؟ بنحن. وبكده يا سنه 6 وصلت معاكم لنهايه الفيديو. اتمنى تكون استفدتوا. يا ريت ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.